السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في عدد مساء اليوم جورنال فير جاب عنوان إلغاء المباراة الودية بين الرجاء والمغرب التطواني. وتلغات المباراة الودية اللي كان مقرر أنها تجمع بين فريقي الرجاء الرياضي والمغرب التطواني اليوم السبت تحضيرا للمواعيد الرياضية اللي كتنتظرهم خلال المرحلة المقبلة. وتم إلغاء اللقاء المذكور بين الطرفين على اعتبار أن المغرب التطواني كان ملزم بمواجهة اليوم السبت بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال جار اتحاد طنجة بملعب زيات بمدينة طنجة. وكان فريق الرجاء الرياضي خاض جوج مواجهات ودية في وقت سابق إذ حقق الفوز في الأولى على ضيفه سريع واتزم نتيجة 3 أهداف دون رد، بينما نهزم في الثانية أمام نهضة الزمامرة 3 أهداف مقابل لا شيء. أنس جبرون يوجه رسالة خاصة للرجاء بعد انتقاله للمغرب التطواني. وفي تفاصيل الخبر عمد أنس جبرون اللاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي والمنتقل خلال مرحلة الانتقالات الشتوية المنقضية لفريق المغرب التطواني لتوجيه رسالة خاصة لجمهور الفريق الأخضر. وجه اللاعب جبرون في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام رسالة للجمهور الرجاوي بعد عودته لفريقه الأم المغرب التطواني. وقال اللاعب المذكور في تدوينته بمناسبة رجوعي إلى الفريق الأول أود أن أشكر جمهور الرجاء الكبير جزيل الشكر على المساندة التي قدمها لي خلال تلك الفترة. تدوينة أنس جبرون لقد تفاعل كبير من طرف الجمهور الرجاوي اللي شكروا كذلك على الفترة اللي قضاها في الفريق الأخضر وتأسف على عدم مواصلته المسار معه. وكيل البوفتيني يكذب بودريقة حول رفض العرض. وفي التفاصيل كذب وكيل الأعمال سفيان البوفتيني مدافع فريق حسينية أكادير جميع الأخبار المتداولة مؤخرا حول رفض العرض الرجاء الرياضي وخاصة ادعاء بودريقة الأخير. وقال المتحدث المذكور الرجاء فريق كبير وأي لاعب كيتمنى يحمل القميص ديالو ما رفضناش العرض بتاتا واللاعب كيتواجد حاليا في الكاميرون رفقة المنتخب المحلي وكيركز بشكل كبير على المباراة النهائية أمام مالي. وفي سياق متصل قال وكيل البوفتيني صحيح حسنية أكادير توصل بعرض من فريق الرجاء الرياضي إلا أنه مرفضوش كيف تم ترويج ليه عبر عدة منابر وإنما كان مستعد للتفاوض. تصريح وكيل البوفتيني كيكذب خرجة بودريقة الأخيرة حول رفض حسنية أكادير التفاوض معه بخصوص الصفقة بعد ما تلقى عدة انتقادات بسبب تراجعه الوراء وعدم المساهمة في صفقة البوفتيني كيف كان كيدعي في جواد الزيات اللي رفض الأمر حسب قوله. فحوصات طبية جديدة لنجم الرجاء قبل نهائي الشان. وخطا عبد الإله الحفيظي لاعب فريق الرجاء الرياضي الفحوصات الجديدة مباشرة بعد وصول بعثة المنتخب الوطني المحلي لياوندي الخميس الماضي استعدادا لمواجهة مالي برسم نهائي البطولة الإفريقية للاعبين المحليين. وكشف مصدر مسؤول أنه رغم شفاء عبد الإله الحفيظي من الإصابة اللي تعرض لها في المباراة ضد نهضة بركان برسم الجولة الرابعة من البطولة الوطنية فالطاقم التقني بقيادة الحسين عموتة كيطلب تقارير مفصلة عليه نظرا للدور الكبير اللي كيلعبو في وسط ميدان النخبة المغربية. ووضح المصدر نفسه أن التحاليل الجديدة أكد جاهزية عبد الإله الحفيظي للمشاركة في مباراة نهائية غدا الأحد بملعب أحمد وبياوندي. خبر في نفس السياق بعنوان سفيان الرحيمي لم يعد يفصلنا سوى خطوة على اللقب. وأكد سفيان الرحيمي مهاجم فريق الرجاء أن المنتخب الوطني المحلي مبقاش كيفصلوا سوى خطوة واحدة على الفوز بلقب النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين. وقال سفيان الرحيمي في تصريح تلفزيوني أن الهدف اللي خطط ليه كل مكونات المنتخب الوطني المحلي باش قريب من التحقيق بعد تأهل نهائي الشان. وتابع اللاعب الرحيمي أنه جد سعيد بفوز لقب أفضل لاعب خلال مواجهة الكاميرون الماضية وشان أن هذا الإنجاز كيرجع الفضل فيه لكل اللاعبين. وضاف لاعب فريق الرجاء الرياضي أن البطولة الوطنية كتسخر بلاعبين متميزين الأمر اللي انعكس على تألق المنتخب المحلي في النسخة السادسة من كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين. حارس الرجاء الرياضي يهدد بالرحيل بسبب مستحقاته. وهدد محمد بوئميرة حارس مرمى فريق الرجاء الرياضي بالرحيل على الفريق الأخضر بسبب إسقاط اسمه من لائحة اللاعبين اللي توصلوا بجزء من مستحقاتهم المالية لعلاقة بذمة إدارة النادي. وكشفت مصادر خاصة أن تهديد محمد بوئميرة بالرحيل جاء بعد مبلغ العلم أن إدارة نادي الرجاء الرياضي سقطت اسمه من اللائحة اللي توصلت بجزء من مستحقاتها المالية بعد توصل هذه الأخيرة بالقيمة المالية لانتقال بدربانو الأهلي المصري، الشيء اللي خلى الحارس الثاني لفريق الرجاء يشتعل غضبا ويفكر في الرحيل خاصة أنه طالب أكثر من مرة بمستحقاته المالية المتأخرة غير أنه وجد تجاهل من مسؤولي الفريق الأخضر. وضافت المصادر نفسها أن وكيل محمد بوئميرة نقل غضب موكيله المسؤول المكتب الموسعي لفريق الرجاء الرياضي. وضافت المصادر نفسها أن وكيل بوئميرة نقل غضب موكيله المسؤول المكتب الموسعي لفريق الرجاء الرياضي واجتمع بكل من رشيد الأندلسي رئيس النادي ونائبه الأول والثاني خالد الإبراهيمي وجود الأمين وطالب بصرف مستحقات الحارس الثاني لمرمى الفريق الأخضر. الرجاء الرياضي يعيد خلافه مع بيساك حارس أسفي للواجهة.
ورئيس الفريق الرجاء الرياضي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لاستفسار على أسباب ترخيص أحمد بيساك باللاعب الفريق أولمبيك أسفي رغم توقيعه العقد رسمي مع الفريق الأخضر قبل نهاية الموسم الرياضي الماضي. ووضح مصدر الرجاء ومسؤول أن مكتب الرجاء الرياضي رسل لجنة النزاعات لمعرفة مصير الشكاية اللي وضعها ضد حارس أولمبيك أسفي أحمد مروان بيساك بعد تراجعه الأخير على التزام بالعقد اللي وقع مع الفريق الأخضر ومعرفة أسباب الترخيص ليه باللاعب أولمبيك أسفي هذا الموسم. وكينتظر مكتب الرجاء الرياضي رد لجنة النزاعات على استفساره خاصة أن الفريق كيشوف بلي مشاركة بيساك مع أولمبيك أسفي غير قانونية بحكم توقيعه العقدين الرسميين في الموسم نفسه مع فريقين مختلفين. وكان بيساك أثر ضجة كبيرة بعد توقيعه عقد مع فريق الرجاء الرياضي الانتقال ليه في الموسم الحالي قبل ما يقرر تجديد عقده مع فريق أولمبيك أسفي وطرح نقاش قانوني الأمر اللي يدفع بالفريق الأخضر لوضع شكاية ضده بلجنة النزاعات معززة بالعقد الرسمي اللي وقعه بيساك مع فريق الرجاء الرياضي. 40 مليون سنتيم تنقلوا لاعب الرجاوي ليوسفية برشيد. وفي تفاصيل الخبر تعاقد فريق يوسفية برشيد خلال مرحلة الانتقالات الشتوية المنقضية مع اللاعب حمزة البويل الملقب تيغانا في صفقة انتقال حر قادمة من فريق المغرب الفاسي. وكشفت عدة مصادر أن حمزة تيغانا انتقل للفريق الحريزي بموجب عقد مدته سنة ونصف في انتقال حر بعد ما وضعوا المدرب عبد اللطيف جريندو في قائمة اللاعبين اللي قرر التخلي على خدماتهم في الميركاتو المنقضي. وضحت نفس المصادر أن ابن مدرسة الرجاء الرياضي انضم لفريق يوسفية برشيد هذا الموسم مقابل منحة توقيع وراتب شهري جد محترم خلال الموسم الكروي الجاري وغتنتقل منحة توقيعه في الموسم المقبل ل 40 مليون سنتيم. وكان تيغانا تدرج في جميع الفئات العمرية لفريق الرجاء الرياضي وكان جاور في وقت سابق فريق الرياضي السالمي أحد أندية القسم الوطني الثاني بقيادة مدرب الرجاوي رضوان الحيمر. كان هذا آخر خبر رجاوي في عدد اليوم جورنال فا في أمان الله ونتلاقاو في أخبار رجاوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة.